سائل يقول: البلد الذي أسكن فيه يكثر فيه الشرك، الشرك بأنواعه، فادعوا لي حتى أطلب العلم وأدعو إلى التوحيد في بلدي. وفقك الله لطلب العلم النافع وأعانك على ذلك، وهذه نية طيبة، هذه نية طيبة، لعل الله سبحانه أن يبلغك ما نويت وما قصدت. وهذا هو الواجب على المسلم، أنه يتعلم من أجل أن ينفع نفسه ومن أجل أن ينفع الناس، ويدعو إلى الله عز وجل. وليت أن طلبة العلم والمشايخ يعملون هذا العمل ويقومون بما أوجب الله عليهم، ولا يكونون حجة لأهل الباطل ويقولون سكت العالم الفلاني والعالم ما قال شيء ويتخذونهم حجة. فليت العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والبيان للناس، حتى تبرأ ذمتهم وينتفع بعلمهم، ولا يكونون حجة لأهل الشر وأهل الشرك.